الجهد الكهربي 2. الجهد الكهربي عند أي نقطة تكون طاقة الوضع الكهربية لكل وحدة شحن كهربية عند هذه النقطة، كما رأينا أن الشغل المبذول يساوي طاقة الوضع الكهربي. إذن نستطيع أن نقول إن الجهد الكهربي يساوي الشغل المبذول لكل وحدة شحن. من ثم الجهد الكهربي عند أي نقطة يعرف بأنه الشغل المبذول في حمل وحدة الشحن الكهربية من ما لا نهاية إلى هذه النقطة. حجم الشحنة الكهربية يكون في حدود 10 مرفوعة للأس 8 سنتيمتر. من ثم المسافة مثل 0.1 مليمترات يمكن اعتبارها مسافة لا نهائية. إذا تحركت هذه الشحنة مسافة 0.1 لتصل إلى نقطة معينة، إذن يمكن أن يقال إنه أحضر من لا نهاية إلى هذه النقطة. الآن في التعبير عن الجهد الكهربي، إذا كان W جول من الشغل المبذول لإحضار Q كولم من الشحنة من ما لا نهاية إلى نقطة، إذن الجهد الكهربي V عند هذه النقطة يعطى بالعلاقة الجهد الكهربي V تساوي W على Q. وحدة النظام SL للجهد الكهربي هي الفولت، لذكرى العالم الإيطالي أليساندرو فولتا. عملياً أو في أي جسم معين وعدد أكبر من الشحنات المتماثلة يعني جهداً كهربياً أكبر. عندما يوصل جسم من هذا النوع مع جسم آخر له جهد كهربي أقل، الشحنات الكهربية تتدفق من الجسم الذي له جهد كهربي أعلى إلى الجسم الذي له جهد كهربي أقل. فلنلخص، الجهد الكهربي عند أي نقطة في المجال هو الشغل المبذول في حمل وحدة الشحنة من ما لا نهاية إلى هذه النقطة. الجهد الكهربي يساوي الشغل الكلي المبذول على عدد الشحنات. الشحنات الكهربية تتدفق من الجسم الذي له جهد كهربي أعلى إلى الجسم الذي له جهد كهربي أقل. سوف ندرس هذا التدفق من الشحنات في موضوعنا التالي، فرق الجهد الكهربي.